فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم. رئيس الجامعه التونسيه وديع الجريري اجتمع السيد مراد القديه حان شايب القيروانيه وايضا ربيع الوحيشي من اتحاد بن قردين حول شبهه التلاعب بنتيجه مقابله اتحاد بن قردين والجي اس كا وذي موضوع الرهانات الرياضيه. ماذا في الاجتماع؟ هذا التفاصيل باش ناخذوها من عند مراد القديه رئيس الجي اس كا. سي مراد اهلا بك. اهلا بيك سليم وانا بكل مستمعي ذات بريس افام. مرحبا بيك، شنو الامور؟ لاباس؟ الحمد لله والله يا لاباس الحمد لله. باهي، احكي لنا شوي على الاجتماع سي مراد. اول حاجه كيفاش تمت الدعوه ليه؟ شكون اتصل بكم؟ علاش تمت الدعوه؟ شنو فيه كان الاجتماع؟ والله هو معناها خلاف اني ما صرحت به سليم، هو الاجتماع هذايا كان لجميع النوادي اللي في الرابطه المحترفه. مش كان انتوما معناها؟ لا. واضح عقد المكتب الجامعي وطرق من خلاله لمشكلة الشركات نتاع الرهان الرياضي هذيا اللي هي ظهرت توا معناها على الساحة وصر معناها النومبر نتاعها واللي هي تعتبر جزء ممكن من المشكل اللي صار معناها في اللقاء الأخير ما بين الشبيبة الرياضية القيروانية واتحاد بن قردين ولقاء المحمدية ورادس ممكن لقاءات اخرى اللي هي ما صارت شويه بوليميك كما صارت في زوج ماتشات هذوما. باهي، شنو صار في الاجتماع؟ هو في الاجتماع توا معناها كان ثم معناها مخرجات الاجتماع انه يتم تكوين لجنه اللي تنادي بتقنين معناها الشركات هذيا وفرض عقوبات في صوره الاخلال معناها بالميثاق الرياضي باعتبار انه كما نعرفوا نحن توا الشركه الوحيده اللي موجوده في تونس اوفيسيلمون هي شركة النهوض بالرياضة برومو سبور واللي الدولة هي اللي عندها المونوبول نتاعها، دونك جاء الوقت اليوم ظهر لي كيما في عديد الدول انه يكون ثم اطار قانوني واطار تشريعي للشركات هذيا باش نتفاداو معناها الاشكاليات من النوع هذا. هذا اهم مسار في الاجتماع، انتم التحقيق عم بديتوا فيه ولا مازلتوا سيمولات؟ هو والله شوف نحن تو اللقاء في نهار سبت برشا معناها اذاعات يتكلموا يقولوا هو مازال ما بداش التحقيق وبارح احد معناها حتى اللاعبين خذوا يوم راحه البارح معناها ومعظمهم مش مقيم في مدينه القيروان. اليوم عندنا اجتماع في المكتب الجامعي قاعدين باش نقدموا شكايه حول الله معناها للنيابه العموميه كان من المفترض ان اليوم تتقدم باقي كما قلت لك اليوم معناها بحكم الالتزامات اللي في تونس ان شاء الله غدوه الحي نقدموها. بالنسبه للتحقيق الداخلي باش نبداو معناها وقت تعرف نومبر كبير نتاع اللاعبين اليوم مشاركين معناها في اللقاء وكنا معناها باش بلي لحظه ثم الدوريه نتاع لحظه نرجع لكم. باهي ما يسالش الظروف المباشره هذه كما نقول. باهي خويا الدوريه اهم من كل شيء خويا. باهي في انتظار ما يسالش يرجع معنا السيد مراد القداح نحكيو معاه على مخرجات اجتماع الجامعة التونسية لكرة القدم بممثلي الأندية في الرابطة الأولى حاول ما يتم تداوله مؤخرا بخصوص شبهات التلاعب ببعض المقابلات كذلك موضوع الرهانات الرياضية. معنا مراد القديح نحكي معاه بأكثر تفاصيل على الموضوع. أكيد التحقيق الداخلي اللي فتحته هيئة الجي اس كا في الموضوع. سي مراد معنا مازلت ولا؟ وي سي اسلام باهي تفضل. اي قلت لك بالنسبه للتحقيق معناها راهو معناها بيو تو النومبر نتاع اللاعبين اللي شاركوا في المباريات معناها باش يكون على الاقل تحقيق جدي ماهوش احنا قلنا راهوش نفتحوا تحقيق جوست معناها باش نفتحوا تحقيق ونحن باش نشوفوا فماشي معناها ديزيكوس وجوارات منا ولا منا كما قلت انا في عديد المناسبات نحن ننزلوا اللاعبين نتاعنا بقى نتصور انه شكايه جزائيه ان شاء الله تكون هي معناها الحاسمه اذا ثم معناها في الاخر بكون نحكيو على شبهه في التلاعب بالنتائج اذا واحد معناها ثبت مسؤوليته كنت سواء لاعب ولا مسؤول ولا طرف اجنبي معناها على اللقاء معناها يتحمل مسؤوليته قدام القضاء والعقوبات التاديبيه اذا كان كما قلنا معناها ثم شبهه تحوم معناها حول اللاعبين ولا مسؤولين معناها من فريق شبيبه وفريق بن قردين. اليوم الاجتماع معناها كان فقط توصيات هكا مش اكثر. هو معناها يتنزل في السياق هذا توصيات باش على الاقل تتقنن الشركات معناها باش نداركوا معناها باش بوليفيتي معناها المشاكل هذه مستقبلا واللي تنجم تاثر مش كان على الفرق هو معناها تنجم تاثر حتى على
المجتمع في البطولة التونسية ككل. معناها ما تمش تناول مقابلة الاتحاد والجي اس كا بشكل خاص؟ لا ما تمش. هو تستر معناها الاسم المقابلة ذي معناها كيف مقابلة محمدية ورادس فهمتني، لكن معناها كموضوع معناها صفة معناها خاصة تم تناوله لا. ما خذيتوش الكلمة انتوما، تكلمتوا سواء انتوما الاتحاد بن قردين ولا؟ والله انا شخصيا خذيت معناها الكلمة. بون انا حكيت بحكم ممكن حتى المهنة نتاعي كمحامي على الإطار القانوني معناها للشركات هذيا، واللي هي معناها اليوم صعيب ياسر باش تثبت اسكو ثم معناها مراهنات مقابل المراهنات اللي سمعنا بهم قبل بداية المقابلة. خاطر شوف هو الشركات هذيا فما عديد الشركات اللي موجودة، واللي هي معناها فما حتى شركات موجودة حتى في الخارج مش حتى كان في تونس كهو. صحيح. ممكن السكور هذا اللي هو تم تداوله معناها بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي قبل اللقاء، اللي هو نتيجة معناها المقابلة هذه الشنطة هي على مقابلة نتيجة 3-1، كي ترجع معناها حتى للماتش اللي سيركونستونس تاع الماتش فما برشا عباد اليوم معناها حكاوا بطريقة فنية يقول لك اليوم ما رينا حتى شيء معناها في اللقاء هذا اللي يوحي أنه المقابلة تنجم توفى بال. هو كان معنا حتى نيس العياري منذ قليل قال نفس الكلام، قال فنيا ما شفناش حاجة، لكن التصريحات والكلمات سواء حتى رئيس فرق كرة القدم في الشباب كان معنا بعد المقابلة وإلا عربي دبابي مراقب المنسق المقابلة، الكلام اللي قاله عند الحكم نعيم حسني ما هذا اللي خلى النقاط استفهام معنا. صحيح، دونك هذوما توا النقاط هذيا هي اللي تولي يقولوا أنه فما شبهة. الشبهة هذه معناها تقتضي ضرورة أن يتم فتح بحث، معناها ماهوش كان في الموضوع هذايا معناها في المواضيع الكل اللي هي تبدا عندها صبغه معناها جزائيه. دونك اليوم من واجب النيابه العموميه انه بحسب معناها التقنيات اللي عندها ويدها طايله كما نقولوا تنجم معناها تثبت في الموضوع. كان فما كما قلنا هو اذا كان فما اراده سي مراد من النيابه العموميه ظهر لي سهله برشا الحكايه، التليفونات نتاع الملاعبيه نتاع الناس الكل اللي عندهم علاقه بالمقابله في بيان الشبيبه الرياضيه القيروانيه كنا طلبنا انه يتم معناها مراجعه المكالمات لهذا قبل 48 ساعه من تاريخ معناها المقابله. هذا اذا كان فما اراده ما يتمش طوي الموضوع كما تم طوي مواضيع اخرى متعلقه بكره القدم التونسيه. بالنسبه لنا كفريق شبيبه رياضيه قيروانيه اللي بالنسبه لي انا هو فريق معناها هو مضرور بالاساس باش نحاولوا ان شاء الله معناها وعندنا ثقه كبيره ياسر في النيابه العموميه في القيروان انه تاخذ الامور هذه بجديه كما كانت تاخذ الامور معناها في مواضيع اخرى بامور جديه، وان شاء الله كما نقولوا نحن اللي عنده حق يظهر واللي غلط يخلص، واذا كما نقولوا نحن معناها انتهت الابحاث وقالت اللي ما فماش معناها حتى ما فما حتى شيء دونك مش نكونوا نحن معناها ملكين اكثر من الملك. باهي خلينا نستغل وجودك معايا سي مراد، خلينا نسالك على موضوع ستاف تكنيك. البارح كان مقدودي الظاهري قدم استقالته من تدريب الفريق، فما جديد في الموضوع هذا ولا؟ والله هو كيما هو اعرب على تقديم استقالته ما نجمش معناها حتى حكينا معاه، قال انا خويا في الظروف هذه ما نجمش معناها نخدم. هو هي مشكله اخرى الفريق الشبيبه الرياضيه القيروانيه خاطر مازالوا 4 جولات واليوم صعيب معناها باش تلقى مدرب انه هو باش ياخذ مسؤوليه انه يسير معناها الفريق ويشرف على الفريق في 4 مقابلات هذيا. ان شاء الله معناها بالتنسيق مع الجامعه نلقاو حل المشكله هذيا. انا معناها توا متبقي البيت النار معناها من تونس توا باش نروح ديريكت القريان باش نحاول نلقاشي معناها مدرب اللي يكمل معناها يشرف على الفريق معناها الى غايه الى نهايه الموسم. قلت لي بالتنسيق مع الجامعه، علاش بالتنسيق مع الجامعه؟ التنسيق مع الجامعة خاطر نعرفوا الإشكال الكبير أنه اليوم إذا اليوم تلعب نهار الأربعاء لقاء وحد معناها توا معناها نحكي معاك مازال ما تمش التفاهم والتعاقد مع مدرب صعيب ياسر معناها باش تخلص معناها تصح الكونترا نتاعك وتصبوا في الجامعة. دونك شنسقوا مع الجامعة على أساس أنه إن شاء الله نتحصلوا على رخصة استثنائية للمدرب هذايا ريت ما يتم معناها. يبدو انه عندك فكره شكون في مخك ولا؟ والله هو نحن مبدئيا التوجه الاقرب وين؟ انه يكون واحد من ابناء النادي معناها خاطر ما يبكي لك كان شفرك وما يندب لك الا ظفرك. البارح وقع الاتصال ببعض معناها المدربين ثم اللي عنده ظروف معناها ما تسمحلوش بحكم العمل نتاعه. مبدئيا مازال ما فماش معناها الاسم اللي
اما ان شاء الله مبدئيا يكون واحد من ابناء النادي، ما كانش اللي ما لقيناش بيان سور شوفوا لقاو شي حلول اخرى وكاو. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك مراد القداح رئيس شباب القيروانية على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص ملف الاجتماع اللي كان اليوم بين الأندية والممثلين الأندية وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم، وأيضا موضوع ستاف تكنيك في جي اس كا بعد انسحاب مقداد الظاهري يوم أمس. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا منال سيسي في الإخراج، أيضا طاقم مليوني إخراج رقمي محمد بالسعيدي، أجمل تحيات إسلام.